السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنشوف سوا طريقة ربط السنارة بخيط الصيد هنعمل حلقة بالشكل ده هيبقى فيها طرف حر من الخيط وهنبدأ نلف الحلقة الخيط اللي كان في الحلقة حوالين السن وعلى الطرف الحر بعد ما نخلص هنلف حوالي سبع لفات بعد ما خلصنا اللفات. هنشد الخيط بالشكل ده من الطرفين الطرف الحر والطرف التاني وهنلاقي الربطة بقت قدامنا هي بالشكل ده هي رابطة قوية هنجيب مقص او قصافة ونقص الطرف الزائد وبكده يبقى احنا ربطنا الخيط ربطة قوية وجامدة وهي شكلها منظمة اهي وشكلها حلو ربطة جامدة وقوية تقدر تستحمل الطريقة التانية ان احنا هنربطها في الفتحة بتاعة السن هناخد الطرف كده ونلفه كذا لفة وبعدين نحطه جوه الحلقة بتاعة الخيط حلقة الخيط نفسه ونشد الطرفين بقوة وبرضو هنقص الجزء الزائد وبكده يبقى ربطنا السن أو السنارة في الخيط بتاع الصيد سواء كان بحلقة أو من غير حلقة أتمني إن يكون الفيديو عجبكم لو عجبكم اعملوا لايك وشير وإشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد